دائما فردا في الأسرة مهما فرقتنا المسافات. أهلا ابتسام. أهلا بيكي. تفضلي. شو أخبارك ابتسام؟ الحمد لله أستاذ. أنت جيتي من المغرب من وين؟ من أي مدينة؟ من مدينة كازابلانكا. من كازابلانكا. دار البيضاء. ما شاء الله كازابلانكا نص المغرب. تقريبا. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك أستاذ. ابتسام عندها يعني حكاية عائلية حلوة جميلة. جاي تسترجع أخوها. أخوها فيصل له تقريبا 12 أو 13 سنة ترك المغرب، سافر، راح على تركيا، من تركيا راح على سوريا، عاش بسوريا فترة، اشتغل، تزوج بنت سورية أنجب منها، ثم رجع سافر واجا على مصر. هلأ هو وزوجته أولاده، هلأ منشوف شو عنده أولاد، أنا ما بعرف كم ولد عنده، بس هو وعائلته عايشين بمصر. هو متعلق بعائلته، هو ذهب من المغرب طلبا للعمل مثل كل هالشباب يعني بالعالم العربي، مشتاق لعائلته، معلق بعائلته، معلق بإخواله. مات أول خال، الأهل ما خبروا، رجع مات خاله الثاني، الأهل ما خبروا. اكتشف بعدين، بالنسبة له كانت مأساة أنه ماتوا هو بعيد عنهم، بعيد عن البلد. زعل من عائلته، من أهله، من أمه أبوه أخواته، ليش ما خبروه؟ وصار في قطيعة، قطعهم ومش حابب بقى يحكي معهم. اليوم بعد تقريبا 12 سنة جاي ابتسام أخته إنه تقول له نحن ما خبرناك لأنه خايفين عليك، لأنه بنعرف قديش بتحبه لخالك الأول وخالك الثاني. وأنا جاي اليوم بنيابة عن الأسرة كلها إنه ترجع لأحضان العائلة ونرجع سوا حبايب وأهل. مش هيك يا ابتسام؟ تمام أستاذ. تمام. هيك. في شيء بدك تحبي تضيفيه؟ بدي بس أضيف إنه يعني كان في قطيعة بسبب الحرب اللي كانت بسوريا. نعم. الوقت اللي كانت الحرب يعني كانت انقطعت الاتصالات، يعني نعم. كنا بظروف صعبة جدا، ما كناش نع... لا أنا بدي يعني مش قطيعة فعلية، لأنه أنتم كنتوا تتواصلوا سوا قبل الحرب. نعم. لا. قبل الحرب سوريا كنا نتواصل. نعم. بعد الحرب يعني صارت قطيعة، يعني ما كناش عارفين حتى واش هو مازال على قيد الحياة أو توفى. صحيح. حتى عرفنا من بعد عن طريق جارة ديانا جات لمصر في السياحة. نعم. وتلاقت به عن طريق الصدفة. نعم. وهي اللي عطتنا الرقم ديالو، عاد رجعنا عرفنا تلاقت فيه بمصر. بمصر. نعم. عاد عرفنا أنه الأخ ديانا مازال على قيد الحياة. نعم. كان مشغول بالكم عليه. كان مشغول بالنا عليه. إنه فيصل ما يكون بقى على قيد الحياة بسبب ظروف سوريا. تمام. وين كان عايش بسوريا هو؟ كان عايش بدمشق. 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 أي. طيب هلا أنتوا عرفتوا إنه موجود في مصر، حضرتك أخذتي المبادرة، اتصلتي في البرنامج لأنه عم تشوفي برنامج مسامح كريم، وحبيتي تجي من خلال هالبرنامج تحكي له الحقيقة، تتواصلي معه، وممكن تقولي له يرجع على المغرب. أكيد. أكيد. أملنا وكنتمنى.